عدي من وادي القمر قابلت محافظ اسكندريه يزعق لاصحاب الورش، زعق لاصحاب الورش، فناديت عليها سياده المحافظ، سياده المحافظ، فبص لي بنص نظره كده اهوت، وخد بعضه ومشى. قلت له يا سياده المحافظ احنا بنموت من اضطرابه الشارع واضطرابه الاسمنت، احنا عندنا الاطفال كل يوم حساسيه غريبه، عندنا العيال ما بتنامش، بتتنشي اسمنت. سابني كده اهوت وراح يركب العربيه. قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل مسؤول يشوف المنظر ده اللي موجود قدام عينيكوا وما يسالش فينا. فنزل من عربيته وتعدى شتمني وتعدى عليا، وقلت له عشان كده مسكوك محافظ اسكندريه، انتوا بتحبوا المظاهر وبتسيبوا الاماكن اللي زي ديت. احنا بقالنا 4 سنين بنعاني من الثوره وفي وادي القمر، واقفين جنب الشركات واقفين جنب المحافظه واقفين جنب الشرطه، محدش سال فينا، محدش بيسال فينا خالص، بنموت صدقونا بنموت، حد ينظر لنا نظره كده، نظره عشان خاطر ربنا في العشر الاواخر من رمضان ليه كده؟ انا برفع الشكوى وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مصر، في مصر اللي ما ينظرش الواد القمر نظره من قلبه لاطفالها، يا اما يسيبونا نروح نهاجروا بيوتنا، نهاجروا بيوتنا، ما لو فيه كنا هاجرنا بيوتنا وخدنا شقق ايجار حديث، لكن احنا اعمال حره، الدنيا واقفه من كله، احنا بنموت في واد القمر، احنا لا ناس سياسيين ولا ناس بتوع اي حاجه، احنا ناس عمانيين، ناس عاميه خالص وبنحبه وعايزين نقفوا جنب البلد بكل ما نملك. اكشفوا وابعتوا زي ما بعتوا قبل كده ناس من كليه الطب وكشفوا على وادي الاطفال وادي القمر ونساء وحريم. طب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ اصل انا المحافظ اللي انا بستنجد بيه شتمني.